وكل الاخبار اللي انتوا اكيد لو تابعتوا عنه، ولكن لازم ربنا سبحانه وتعالى بعد وقت يعني يمهل ولا يهمل، لازم يبان حاجه. معانا دلوقتي الاستاذ وفي الدين فؤاد، محامي ضحايا سفاح الجيزه. الو، اهلا بحضرتك. اهلا بيك، ويعني انا اتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى يعني يقتص لكل الضحايا ان شاء الله، يعني شاء نشوف الله ده في الدنيا قبل الاخره ان شاء الله عن قريب. يعني ان شاء الله كلنا كده هننظر يعني قدامه، وان شاء الله احنا طالبنا المسؤولين اكتر من مره انه يذاع عشان يكون عبر غيره ان شاء الله. ان شاء الله. قول لي استاذ وفي، هو الـ يعني ايه التطورات؟ يعني في كان الحدث ده تقريبا هو بقاله كذا يوم، ولكن كان في بدات في هل في تطورات جديده في القضيه، او في اتخاذ اي خطوات جديده؟ هو حاليا المفروض المتهم جاري التحقيق معاه عشان خاطر الجهات بتحاول تشوف اذا كان هو ليه شركاء ولا لا، لان كل التحقيقات هو كان بيأكد ان كل اللي ساعدوه كانوا بيساعدوه من غير ما يعرفوا. طب كويس، يعني حاجة قالها في آخر حياته، يعني ان شاء الله تكون كده، يعني يكون ما يتدلاش ما على حد يعني. مش جرائم تانية، لان هو كل جريمة كان بيكشف عنها كان بيكشف عنها تحت ضغط. الجهات كانت بتطلع، يعني عايز اقول يعني حد بالاجرام يعني ده والعقلية اللي هو ممكن يعني يصل بيها للجريمة الكاملة بالشكل ده، ان هو كان ممكن يقول اي حد شريكه وخلاص، فكويس ان هو عنده بعض او ذرة من الضمير يعني. لا هو ما عندوش اي ذره من الضمير، انا اظن ان هو لو مخبي على حد فهو مخبي عنه، مخبي على اساس انه ما يكشفش جرائم تانية يعني. ان هو شخص مجرم خطير جدا، وكان زي ما حضرتك بتقولي ان هو كان بيستخدم ذكائه في الشر بطريقه ان هو كان بيخفي بيها كل الجرائم، ما بيسيبش وراه غلطه. لكن ربنا سبحانه وتعالى في الاخر وقعه، هو ربنا وقعه، ربنا عالم، هو اللي كشف. هو اللي كشف عن جرائمه. احنا بندور عليه من 2005، من ساعة ما قتل صاحبه وصديقه المهندس رضا، واحنا بندور عليه في كل حتة لغاية ما ربنا وقعه في شر أعماله. كشف نفسه ازاي بقى؟ اندري. كشف نفسه ازاي؟ هو فندم، هو اتكشف بحاجة بسيطة قوي يعني. هو طبعا لما هرب من 2017 كان بيدور، قعد معانا سنتين من 2015 من وقت الاختفاء بيدور معانا على صديقه المهندس رضا، وبعدين اختفى، واحنا كنا شاكين شك بسيط كده ان هو ورا حاجة في الموضوع، بس ما كانش في اي تاكيد. لما هرب عرفنا انه بايع ممتلكات المهندس رضا. في المرحله دي احنا عرفنا ان هو اكيد وراك. من 2017 بنبحث عنه، كل ما كنا بنبحث اكتر كنا بنكتشف جرائم جديده. عرفنا اهل زوجته الفاطمه اللي قتلها، عرفنا يعني اهل زوجته الثانيه اللي عندهم بنت مختفيه. وطول ما احنا ماشيين كنا بنلاقي جرائم، وكان حتى اللي يعني انا شفت يعني او قرات، شفت ان هو كان اللي بيضايقه بيموته، يعني اي حد واقف في سكته يموته يعني بمنتهى البساطه. يعني اللي يحط له سم في الشاي واللي يحط وده يعني. وده اكبر دليل ان دي مش اول جريمه ليه يعني. هو كان كل ما حد بيزنقه يعني البنت الاولانيه اللي هي قريبه مراته، لما زنقته في ان هي هتقول حاجه مثلا قتلها ودفنها. بعديها المهندس رضا لما عرف انه نازل، في الافلام يعني. المهندس رضا عرف انه نازل وهيسال على املاكه اللي هو كان بدا يبيع فيها، راح حاطط له السم وقتله. زوجته عرفنا ان كانت بتتخانق معاه وتقول له هبلغ عنك، شكلها عرفت عنه حاجه. قتلها وقتلها من الست برضه، ضربها ونقلها في ديب فريزر لمكان اللي بيدفن فيه في شقه اسره المهندس رضا. يعني هو كان بيقتل الضحيه وبينقلها من مكان لمكان عشان يقتلها. الوحيده اللي قتلها في نفس المكان اللي هي الضحيه الاولى. الضحيه الرابعه برضو نفس القصه يعني. انا متهيألي ان هو راح، هما خفيه كانوا اعظم يعني. هو دلوقتي اربع ضحايا ومش عارفين ممكن يكون في الله حاجه اعلم تانية في تاني. يا رب ما يكونش في ضحايا تانية. ويعني الحمد لله ان هو كمان ربنا كشفه دلوقتي عشان خاطر ما يكملش جرائم تانية اكتر من كده. ايوه صح. اتكشف بحاجه بسيطه جدا، انه لما راح اسكندريه عاش باسم المهندس رضا. احنا طبعا بندور، جبنا رقم محضر، لقينا ان هو في عليه محضر سرقه باسم المهندس رضا في اسكندريه. فلقينا الخيط ده، مشينا وراه لغايه ما الحمد لله لقيناه ان هو محبوس في اسكندريه على ذمه قضيه تزوير وقضيه سرقه. ومن هنا بدانا ناخد الاجراءات، والحمد لله جبناه هنا في القاهره. وبنشكر طبعا الجهات تعبوا معاه جدا لغايه ما اعترف، لان هو لو ما اعترفش كان كل الجرائم دي كان هياخد فيها براءه. هم ضغطوا عليه وقالوا له لا، انت ماشي في نفس بنفس الاسلوب مع مراتك ومع صاحبك ومع البنت الثانيه، انت اللي كان بتقول انه واخد فلوس وهرب، نفس التسلسل. والحمد لله فضلوا وراه لغايه ما اعترف على جريمه، وما كانش بيعترف على اي جريمه غير لما هم بيزنقوا فيها. يعني الجريمه الرابعه بتاعت اسكندريه دي
ما اكتشفوهاش غير لما ضغطوا عليه وان لقوا اسم معمول له محضر غير بقى انتحال انتحال الشخصيات غير وزواج باسماء اخرى ويعني حاجات يعني ده كان يعني حاسه ان هو كان المجرم متكامل يعني هو يعني يمكن يعني يمكن ان احنا يعني نقدر نفيد المشاهدين في الموقف ده ان هم يعني ما ينفعش ان هم يسخوا في شخص يدوا له فلوسه ويدوا له اموالهم بالشكل ده بدون ما يكونوا بيتحروا بيراقبوا مصدرتهم. ما ينفعش انه يزوجوا حد لبنتهم غير لما يكونوا سائلين ومتحررين عنه كويس وشايفين اهله وشايفين حد يعرفه. الحاجات دي مهمه جدا لان للاسف كل الجرائم اللي هو ارتكبها دي كانت بنفس الاسلوب وكان بيخش ينصب على الناس ويضحك عليهم ويفهمهم ان هو حارس امين لاموالهم. ولكن في الاخر يعني لا يصح الا الصحيح وربنا سبحانه وتعالى لازم بيظهر الحق يعني. ربنا يوفقكم يا رب. يعني انا بشكرك جدا استاذ وفاء الدين فؤاد محامي ضحايا سفاح الجيزه وان شاء الله يعني القضاء يقتص وربنا سبحانه وتعالى اكيد هيقتص من فوق 7 سماوات. يعني احنا نموذجين زي ما شفنا النماذج.